السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في منطقة بشيرلي، جينا نصور شقة دوبلكس مساحتها تقريبا 340 متر مربع في الدور السابع. وصلنا الدور السابع، الشقة او المنطقة واصلة فيها الغاز الطبيعي. اول ما نبدأ نخش الشقة زي ما شايفين عندنا المنطقة هذه منطقة توزيع الغرف، نجي هنا على اليمين عندنا المطبخ، دواليب المطبخ غير راكبة فيكون عند المشتري، إطلالة المطبخ على البحر. وعندنا هنا منطقة نقدر نستخدمها كمنطقة مفتوحة على الصالة، إطلالة المطبخ زي ما شايفين على البحر مباشرة. الشقة جميلة ما شاء الله تبارك الله، بجوار المطبخ الصالة، مساحة الصالة ما شاء الله لو تلاحظوا مساحة كبيرة وشرحة، والديكورات السقفية أيضا ما ننساها. هذه المنطقة اللي قلت لكم عليها، منطقة مفتوحة من المطبخ على الصالة، وعندنا مخرج بلكونة من الصالة. الإطلالة رائعة جدا في منطقة بشيرلي. عندنا سوبر ماركت بجوار الموقع، محلات تجارية، المطاعم، الكافيهات، كلها بامتداد الشارع، منطقة حيوية جدا. وعندنا جامع راح يقام هنا مقابل الموقع، البناية على الشارع العام. ما ننسى انهم برضو مركبين زجاج متحرك في البلكونات كلها. نكمل تفاصيل باقي الشقة، نطلع من الصالة نيجي هنا على الغرفة الأولى. الغرفة الأولى في الدور الأول مساحتها جيدة، بجوارها الغرفة الثانية، مقابل الغرفة الثانية عندنا حمام أول وأنتو بكرامة. بجوار الحمام الأول الحمام الرئيسي التابع للشقة وأنتو بكرامة، حمام كبير ما شاء الله تبارك الله، والمروش نظام جاكوزي زي ما شايفين، وأخيرا غرفة الماستر، نقدر نقول عليها غرفة الماستر أو الغرفة الثالثة، لها بلكونة تابعة لها، يعني مساحة البلكونة جيدة. إطلالة البلكونة على الخلف، يعني إجمالا اللي موجود في الدور الأول في الدوبلكس عندنا ثلاث غرف وصالة ومطبخ وعدد اثنين دورات مياه. نطلع الدور الثاني، الشقة نظام دوبلكس زي ما قلنا. أول ما نوصل الدور الثاني عندنا المنطقة هذه زي ما قلنا منطقة موزع الغرف، نجي هنا على الغرفة الأولى أو نقدر نقول عليها صالة، لها دورة مياه خاصة فيها، نقدر نحسبها كصالة أو غرفة، لها مروش الغرفة هذه، نقدر نحط غسالة الملابس هذه الغرفة. الغرفة هذه لها بلكونة كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله، نقدر نقول عليها تراس.
مزودة بالزجاج أو متحرك، ونقدر نركب مطبخ صغير هنا في هذه المنطقة، تمديداته جاهزة وراكبة، مطبخ صغير يخدم الدور الثاني، وهذا الإطلال من التراس. إطلالة ولا أروع. شوفوا مساحة التراس ما شاء الله تبارك الله، يعني لها مخرجين من الصالة ومن الغرفة. يعني هذا المخرج وهذا المخرج، الصالة لها مخرجين. نكمل تفاصيل الدور الثاني. عندنا هنا برضو منطقة نقدر نقول عليها كبلكونة أو كمستودع أو حسب استخدام الشخص إيش اللي يبغى، فهو مسويها مدري إيش الواحد يقدر يستخدم المنطقة هذه. نقفلها برضو، تقدر تحطها كغرفة أطفال، ممكن هذا الشيء يجوز. نجي هنا على الغرفة هذه، غرفة كبيرة نقدر نستخدمها كمكان مثلا، هنا سرير وهنا دولاب صغير. وهذه المنطقة نقدر مساحة الفارغ هذه المساحة الكبيرة نقدر نستغلها بأي شيء. وهذه المنطقة برضو منطقة كبيرة نقدر نستخدمها كغرفة داخلية أيضا. فنقدر نقول هنا في الدور الثاني غرفة، غرفتين، ثلاثة، أو غرفتين وصالة، فإجمالي يصير ثلاثة تحت وفوق اثنين، غرفتين وصالتين وثلاث دورات مياه. عندنا تحت ثلاث دورات مياه، اثنين مع هذه الثالثة، وهنا أربع دورات مياه، أربع دورات مياه مثل الكرامة، خمسة غرف وصالتين، وبلكونتين تحت، وتراس كبير فوق. فالشقة شقة رائعة جدا. منطقة بشير لي أشرح لكم أنه منطقة حيوية وراقية، وإطلالة الموقع على البحر مباشرة زي ما احنا شايفين. منطقة مخدومة بكل الخدمات من مواصلات وسوبر ماركت ومطاعم، إيش اللي نرغبه موجود. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.